المشروع مثل ما أوضحنا في بداية الحديث يتكون من شقق فندقية عددها 284 مخصص معظمها تقريبا 70% للمستثمرين الأفراد وللشركات وللصناديق التي ترغب في الاستثمار في هذا النوع من الأنشطة. وفي حالة رغبتك أنك تأخذ تسهيل فإحنا مثل ما أنت شفت اليوم وقعنا اتفاقية مع بنك صحار الدولي أنه البنك عنده استعداد أنه يقدم تسهيلات بنكية طويلة المدى بمعدل 80% إحنا اتفقنا مع شركة مجموعة راديسون للفنادق والمنتجعات أن هي تقوم بإدارة المشروع وتوزيع الأرباح الناتجة من عمليات التشغيل مباشرة إلى المستثمرين معانا بواقع كل ست شهور توزع هذه الأرباح مرة واحدة، يعني سوف يكون لك توزيع مرتين في العام، يعتمد طبعا على حسب نسب التشغيل في الفندق التي نتوقع أنها ما تقل عن 60 أو 65%. مساحات الشقق كلها تقريبا 75 متر اللي هي غرفة النوم زائدا صالة استقبال، وهناك أيضا مطبخ صغير وخدمات أخرى يعني موجودة فيه. ثم الفندق يحتوي على حمام سباحة ويحتوي على نادي صحي ويحتوي على قاعة أفراح وقاعة اجتماعات وردها من المطاعم والمقاهي ومحلات أيضا للأزياء. حقيقة أول شيء إضافة جديدة للسوق العقاري في مسقط وفي السلطنة بشكل عام، الفكرة ممتازة لأول مرة تطرح في السلطنة. وإحنا الحقيقة في صحار الدولي كوننا نشجع أو نساهم في عملية الفوز للعملاء راح نكون من أوائل البنوك اللي تقدم تسهيلات للراغبين في الاستثمار أو في شراء الشقق الفندقية للمشروع. طبعا طريقة تقديم الطلب زيارة أقرب فرع في السلطنة أو الاتصال بمركز الاتصالات والاستفسار عن أهلية الحصول على القرض، وطبعا هي مثل القوانين معمول بها